حضرتك رئيس اتحاد المصريين في اوروبا، بصفه عامه برضو ما هي اوضاع المصريين في اوروبا؟ ايه المناطق اللي عندنا فيها مشاكل ربما نتيجه ثقافات، نتيجه الاسلاموفوبيا، الخوف البعض من العرب، بصفه عامه يا فندم؟ هي اولا بصفه عامه انا اولا بشكركم جدا على استضافتكم ديت. شكرا يا فندم. بصفه عامه انا لما واحد بيقول لي انت مصري في الخارج بقول له لا، انا مصري وحط نقطه جنبها. ما فيش حاجه النهارده اسمها مصري في الخارج ومصري في الداخل. انا مصري في الخارج او مصري في لندن لان انا اعمل في لندن، سيادتك مصريه في الداخل لانك تعملي في القاهره، ليس اكثر ولا اقل. ممكن جدا النهارده اكون في لندن بكره ابقى في القاهره والعكس صحيح. احنا مصريين لنا كافه الحقوق كما كفلا له الدستور. الدستور بيقول لا فرق بين المصري في الخارج والمصري في الداخل، ولكن للاسف الشديد احنا شايفين ان في تفرقه، وتفرقه جامده. في حاجات كتير جدا المصريين في الخارج يعني محتاجينها، وللاسف الشديد احنا لسه مش واخدين بالنا من الكلام دوت. سيادتك بتتكلمي على موضوع اوروبا بالذات اللي هو بيخصنا يعني. بالنسبه للمصريين اللي موجودين في اوروبا تقريبا اغلبهم وخاصه الناس اللي هم موجودين في هجره شرعيه دائمه، لان المصري الموجود في اوروبا عنده هجره دائمه غير المصري اللي موجود في الخليج، زي ما سياده السفير كان بيقول دلوقتي دول عندهم هجره مؤقته. احنا تقريبا يعني مفيش حد فينا عنده عربيه رولز رويس ولا فيلا ولا مش عارف مين، ولكن كلنا الحمد لله مبسوطين وعايشين كويس. في حاجات معينة بتبقى بتضايقنا وبنحتاج يعني زي إيه مساعدات فيها. زي إيه؟ يعني مثلا زي سيادتك قلت دلوقتي حتة الإسلاموفوبيا. طبعا الأجانب بيبصوا لنا النهاردة بصة مش مظبوطة 100% علشان الموضوع دوت، لأن هم طبعا قاسوا كتير. بس المجتمع المدني اللي أنا يعني جزء منه، لأن كل الجمعيات اللي موجودة في الخارج دول وكل الاتحادات وإلى آخره دول بيندرجوا تحت مسمى المجتمع المدني. المجتمع المدني اللي موجود في الخارج مهم جدا. ما فيش دولة في العالم متقدمة إن هي تقدر إن هي تستغني عن المجتمع المدني. المجتمع المدني بيكمل السياسة بتاعة الدولة بالظبط كده. وفي حاجات كتيرة جدا الدولة ما تقدرش تعملها، لكن المجتمع المدني بيقدر يعملها، لأنه والعكس يقدر صحيح. يوصل ربما لمناطق قد لا تستطيع مؤسسات الدولة في كل الأحوال الوصول لسبب بسيط جدا. يعني سيادة السفير لما بيجي لنا مهما قعد عندنا هو 4 سنين وبيمشي. أنا واحد من الناس مثلا بقالي 48 سنة، فلا يمكن سيادة السفير مهما كان بذكائه، وطبعا هم كل بالمناسبة وزارة الخارجية عندنا في العموم ناس كويسين جدا جدا وناس محترمة، مش عشان الراجل ده قاعد جنبي، الراجل ده حبيبي من زمان ويعني أنا عارفه كويس. يعني 99% من السفراء بتوعنا أو السلك الدبلوماسي بتاعنا في الخارج وخاصة في أوروبا دول يعني متنقيين كويس وأسلوبهم في التعامل محترم جدا. بيسمعوا المشاكل الناس يا فندم، وأنا بسأل السؤال بمنتهى الصراحة، لما بيروح مواطن مصري في الخارج السفارة ويقول أنا عندي مشكلة، أنا صاحب العمل بيرعبني بيهددني بيتعامل معايا بلا أدمية، هل السفارة عندنا بره بتدعم المصري؟ هو اولا يعني بتحافظ له على كرامته او بتساعده يحافظ على كرامته؟ هذا المواطن ما بيروحش السفاره، هو بيروح القنصليه او القنصليه العامه لان هي اللي تخص المصري اللي موجود بره. يعني القنصل العام انا مسؤول منه، هو اللي ماسك المواضيع دي كلها السفير. تمام. ولكن احنا عندنا قنصليات اللي هي مسؤوله عندنا على حسب القنصل العام نظامه ايه. احنا جالنا قناصل عامين كويسين جدا جدا. ما هو يا فندم برضو يعني هل تستقيم الامور بانه تعود او تصبح كرامة المصري مرهونة بشخصية القنصل اللي ماسك المنصب؟ ولا انا يبقى عندي قوانين، انا يبقى عارفة؟ وعلى فكرة انا برضو مش بقول ان انا اديله وضعه بحيث انه هو مصري في الخارج يبقى محمي من القنصلية او من السفارة فيعمل اللي هو عايزه، لا، انا بقول له احترم قانون البلد اللي انت فيها، احترم ثقافة الشعب اللي انت دلوقتي اخترت انك تيجي تعيش معاه، لكن برضو انا بحفظ لك على حقك على كرامتك، لا تهان لا تضرب لا يتم تهديدك وما الى ذلك. الكلام ده كلام سيادتك ده مظبوط 100%، بس هي الفكرة ايه؟ احنا بني ادمين، يعني في عندك نواطق ممكن تلاقي مذيع كويس ومذيع مش كويس. المذيع الكويس هيمشي الموضوع كويس، الانصل اللي عندنا برضو الكويس هيمشيه احسن من الانصل اللي هو نص نص، ولكن في العموم انا برضو بحاول ان انا ايه
ابقى يعني دبلوماسي شويه. دبلوماسي انا اتعلمت منكم برضه اهو دبلوماسي. فانا شايف ان اللي بيعملوه كويس جدا، ولكن في عندهم بعض من العيوب، واحنا بنتكلم فيها بمنتهى الصراحه ومنتهى البساطه، وبنيجي هنا في وزاره الخارجيه وبيقابلونا بمقابلات محترمه جدا وبنتكلم معاهم في منتهى الشفافيه. ولكن في نفس الوقت المصريين اللي موجودين دول برضه فيهم عيوب. يعني مثلا كم مصري موجود في اوروبا؟ زي ما سياده السفير بيقول مفيش حاجه اسمها ان احنا عملنا احصاء وممكن اقول لك مثلا 8 مليون ولا 9 مليون ولا 10 مليون. اللي احنا بنقوله ان هي في حدود 10% من تعداد سكان مصر موجودين في الخارج. ال 10% دول متوزعين على كل دول العالم. دول مهمين جدا، لازم ناخد بالنا منهم. سيادتك كنت بتتكلمي دلوقتي على موضوع الفلوس او التحويلات اللي بيعملها المصريين، دي هنتكلم عنها لاحقا. بس لا، بس انا عايز نقطه بس صغيره في دي. مش هي دي المشكله. المشكله عندي ان اللي بيحول ده، احنا بيجي لنا حوالي 1.5 مليار كل شهر، كل 30 يوم. مش دي كفايه، انا عايز 5 مليار و6 مليار. انا هرجع على جزئيه تحويلات المصريين، ولكن انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على رجال الاعمال المصريين اللي موجودين في الخارج. هنتكلم اللي هو فيها. ممكن يجيب لك 1.5 مليار في 5 دقائق. هنتكلم فيها بالتفصيل. تحويلات المصريين في الخارج دي احد اهم مصادر الدخل القومي، فلازم نتكلم فيها ونعرف الامور كيف تدار. لكن انا هختلف مع حضرتك معلش في جزئيه انه كرامه المصري في الخارج تكون مرهونه بشخصيه القنصل، وهنا طبعا